بسم الله بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدارج السالكين في منازل السائرين، تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله. إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود، وهذا تحقيق إياك نعبد. والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام، أحدها أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، وهم أهل إياك نعبد حقيقة، وأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، حبهم لله وبغضهم لله، ومعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله، لا يريدون بذلك جزاء من الناس ولا شكورا ولا ابتغاء جاه عندهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذمهم، بل قد عدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فالعمل لأجل هؤلاء وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجاؤهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البت، بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه وبغضه، ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله أو عرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم، وكذلك أعمالهم كلها وعباداتهم موافقة لأمر الله وعباداتهم. ما سمعت شيخ. وعباداتهم وعباداته وعباداتهم موافقة لأمر الله لما يحبه ويرضاه، وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي بلا عبادة عباده بالموت بالموت والحياة لأجله. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبركم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله وأخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلمه لله وهو محسن. فلا يقبل الله للعمل إلا ما كان خالص لوجهه الكريم على متابعة أمره، ما عدا ذلك فمردود على عامله، يعود أحوج ما هو إليه هباء منثورا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
وكل عمل بلا خلاء فإنه لا يزيد عامله عامله من الله إلا بعدا. إن الله وهذا تحذير تحذير من البدعة. وهذا الحديث أصل في محاربة البدع. نعم، يعني بعض الناس الآن يقول مثلا ويهنئ بالعام الجريجوري الجديد ويقول لك أنا ما أعتقد شيئا، نقول له التهنئة في حد ذاتها هي منكر عظيم. التهنئة في حد ذاتها هي منكر عظيم، لأن هذه السنة وهذا التقويم لا يعنينا في شيء. فإن كان معها اعتقاد هذا كان الإنسان على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. ونصل في ذلك وهذا الحديث، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا على صاحبه، يعني مردودا على صاحبه. إيه نعم. فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. الضرب الثاني، من لا إخلاص له ولا متابعة، فليس عمله موافقا للشرع ولا هو خالص للمعبود كأعمال المتزينين للناس المرائي لهم إما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله. وهؤلاء شرار الخلق وأنقذ الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة وكيف لرأس سنة. وهذا يدخل في من انحرف المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم، إنهم يرتكبون البدعة والضلالات والرياء والسمع ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم، وهم أهل الغضب والضلال. الضرب الثالث، من هو مخلص في أعماله ولكنها على خير متابعة الأمر كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر. وكل من عبد الله بغير أمره فاعتقده قربة إلى الله فهذه حاله. من يظن أن سماع المكاء والتصديع قربة، وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة، وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة، وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة، وأمثال ذلك. الضرب الثالث، من تحمله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى كطاعة المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة وحامية. كالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة وللمغنم ويحج ويقال ويقرأ القرآن ليقال هؤلاء أعمالهم أعمال صالحة مأمورها ولكنها غير خالصة فلا تقبل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر والإخلاص له في العبادة، وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجزاكم الله خيرا. عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيكم. عليه الصلاة والسلام.